وإلى آخر أخبار الطقس. ومرة أخرى دينا شرف. شكرا لك صحة، شكرا لك يوسف، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 29، الصغرى 21، إسكندرية 27، 21، مطروح 27، 19، بورسعيد 27، 22، إسماعيلية 29، 21، السويس 28، 22، العريش 28، 22، طابة 29، 23، شرم الشيخ 32، 25، الغردقة 30، 24، الأقصر 33، 21، أسوان 34، 21، الوادي الجديد 32، 18، شلاتين 34، 23، وأخيرا حلايب 31، 24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.